بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل الجمع، وقال: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك. ولمسلم عن ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي لفظ من غير خوف ولا سفر. وقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، أي لألا يشق عليهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم، يعني في صحيح مسلم رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، يعني داخل المدينة، من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. قيل ابن عباس رضي الله عنهما: ماذا أراد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، يعني لا تكون في حرج من الجمع. فهو جمع عليه الصلاة والسلام بين الوقتين، جعلهما في وقت أحدهما من غير عذر ظاهر، وإنما أراد أن يشرع لأمته. فهو عليه الصلاة والسلام يفعل الفعل للتشريع، والتشريع واضح جلي يحتاج إليه الناس، ولا يعرفونه إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. يعني أن المسلمين إذا حجبهم أمر واهتموا له، ولا يستطيعون أن يصلوا كل فرض في وقته، فلهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، تخفيفاً وبعداً للحرج والمشقة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يخطب في البصرة، فدخل وقت صلاة الظهر واستمر إلى وقت صلاة العصر، فقال له أحد الحاضرين: الصلاة؟ قال: نحن أعلم بالصلاة منك. أراد أن يبلغ الناس ما عنده من العلم عليه رضي الله عنه. والصلاة الظهر والعصر ممكن أن تجمع في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، فقد يكون الإنسان في حرج إذا صلى كل فريضة في وقتها لشغله أو لانشغاله بشيء ما، أو مثلا مثل اللي يغسلون في الكلى أو غير ذلك من الأمراض الذين يشق عليهم أن يصلوا كل وقت في وقته، فلهم أن يجمعوا، ولهم أن ينظروا في الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. إيضاح هذا: إذا كان المرء يحتاج إلى تغسيل وجلوس عند المكينة 3 ساعات 4 ساعات أقل أكثر مثلا، ينظر
إن كان يدخل إلى المكينة بعد صلاة الظهر بعد الظهر فالأولى في حقه أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما ويدخل حتى يمتد معه الوقت لغروب الشمس. وإن كان يدخل للمكينة التغسيل مثلا بعد صلاة المغرب فعليه أن ينظر إن كان يخرج قبل صلاة العشاء فبها ونعمت، وإن كان لا يخرج إلا بعدما يمضي وقت المغرب ووقت العشاء فعليه أن يصلي المغرب والعشاء قبل أن يدخل، فإذا دخل يمتد معه الوقت حتى صلاة الفجر. فالحرج منفي عن هذه الأمة بقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومثل ذلك الأطباء الذين يباشرون العمليات الجراحية ولا يستطيعون أن يصلوا الصلاة في وقتها، فلهم أن يجمعوا الأنسب لهم إذا كان بدؤهم الضحى، فلهم أن يؤخروا الظهر إلى وقت صلاة العصر. وإن كانوا يبدأون بعد صلاة الظهر فلهم أن يقدموا صلاة العصر. ألحق بهذا بعض العلماء رحمهم الله الخباز والطباخ الذي يشتغل لصالح المسلمين أنه له أن يستمر في عمله ويجمع الوقتين في وقت أحدهما، وعليه أن ينظر الأرفق به والأصلح للمسلمين، فإذا كان الأصلح للمسلمين جمع التقديم قدم، وإذا كان جمع التأخير أخر، ولا حرج عليه. فالمريض الذي يشق عليه الوضوء وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء ولا يستمسك وضوءه بالوقتين معا فله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لا حرج عليه. كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام، فقد جمع في المدينة من غير خوف ولا مرض، وفي رواية من غير خوف ولا سفر ولا خوف ولا مطر، يعني أن الجمع للأعذار وارد سواء كان من الأعذار المعروفة كالمطر والخوف والسفر أو غيرها مما يجد في من زمان دون زمان. فقصد إلى التخفيف عنهم، ولهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي لفظ صلى لنا الظهر والعصر جميعا من غير خوف ولا سفر. قصد التخفيف عنهم ولهما، لهما منهما البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة، يعني لم يكن في السفر ولم يكن في البر وإنما في المدينة، 87 جمع بين الظهر والعصر 8 4 4،
وبين المغرب والعشاء 7 ركعات، وفي لفظ صلى لنا الظهر والعصر جميعا أي من غير خوف ولا سفر، يعني لأي عذر من الأعذار المناسبة. فالله جل وعلا جعل الوقتين وقتا واحدا للتخفيف عن عباده. ودل الحديث بفحواه على الجمع للمرض والمطر والخوف، وإنما خولف الحديث بفحواه لا بلفظه، لأنه ما في ذكر للمطر، ما في ذكر مثلا للخوف، ما في ذكر مثلا للسفر، ما في ذكر لكذا لكذا. جمع عذر، جمع صلى الله عليه وسلم للمرض، أذن للمريض أن يجمع، أذن للوقت المطر أن تجمع الصلوات، أذن للوقت الخوف أن تجمع الصلوات، حتى لا يصلي الناس في بيوتهم، فما يليق بالمسلمين أن يصلوا ويتركوا شعيرة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة، وإنما يصلوها جماعة ولو في غير وقتها تقديما أو تأخيرا. وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع وإخبار المواقيت، فتبقى فحواه على مقتضاه. قال ابن المنذر: يجوز من غير خوف ولا مطر. فتبقى فحواه على مقتضاه، يعني أن صلاة أن جمعه صلى الله عليه وسلم دل بفحواه لا بلفظه، يعني ما دل عليه هذا الفحوى، الفحوى غير اللفظ، دل بفحواه على كذا، على الصلاة للعذر، جمع العذر أيا كان عذرا، مرض أو غيره أو شغل أو أمور هامة مثلا، أو تنبيه للمسلمين على أمر من الأمور المهمة، كما خطب ابن عباس رضي الله عنهما في البصرة، يعني يريد أن يبين للناس ما هم فيه من الشقاق والنزاع والخلاف وظهور الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فأتاهم ابن عباس رضي الله عنهما وكلمهم وخطبهم، فرجع منهم أناس كثير لأنهم يريدون الحق، الخوارج أكثرهم يريد الحق لكنهم ما اهتدوا إليه والعياذ بالله. يحقر المسلم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقيامه عند قيامهم، يعني هم عباد لكن على غير هدى والعياذ بالله، عباد. ومن صلهم العبادة كفروا علي رضي الله عنه، وعلي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، تكفير علي رضي الله عنه يعتبر تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يمكن أن علي يكون في الجنة وهو كافر أبدا، إما أن يكون كافر وإن كان كافر وهو في النار، وإن كان كافر وهو في النار. الرسول إذن ما صدق في قوله حينما شهد علي في الجنة رضي الله عنه. فينظر الإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا ولا يحكم على مسلم بالنار وهو من أهل الجنة. أما قيل لعلي رضي الله عنه الخوارج الذين قاتلهم هل هم كفار؟ قال: هم من الكفر فروا، هربوا من الكفر لكن وقعوا فيما هو أعظم. فيجوز أن الإنسان يكون يجتهد في شيء
يرى أنه صواب وهو خطأ. يجوز أن يجتهد في شيء ينكر على مسلم عمله وعمله صحيح فهذا خطأ. فالخوارج تراجع كثير منهم لما خاطبهم ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه فصيح في الكلام وموفق في بلوغ الحجة وبيانها رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فسر لنا سورة البقرة لو سمعها أهل الروم أو الفرس لأسلموا لو سمعوا تفسيره رضي الله عنه. وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع وإخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه. قال ابن المنذر: يجوز من غير خوف ولا مطر ولا مرض. قال الخطابي: وهو قول جماعة من أصحاب الحديث بظاهر الحديث. قول جماعة من أصحاب الحديث، الفقهاء رحمهم الله يختلفون. فقه مبني على الحديث، فقه دراسة وذكاء وإدراك وتركيب للمسائل الفقهية، هذا قد يخطئ وقد يصيب. أما الأول فالفقه على مبني على الحديث، هذا لا يحتمل الخطأ، هذا صحيح. مثل فقه الإمام أحمد رحمه الله، فقه الإمام أحمد رحمه الله مبني على الحديث، لأن كثير من العلماء يعتبرون الإمام أحمد رحمه الله محدث، ما يعتبرونه فقيه. أما فقه بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله فهو مجتهد في الفقه لكنه قليل البضاعة في الحديث رضي الله عنه ورحمه. فإذا أتاك اجتهاد من محدث فإنه أقرب إلى الصواب من اجتهاد الواصل إلينا من فقيه. هذا قال: وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر الحديث. أصحاب الحديث يتقيدون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعه الجمهور لغير حاجة. جمهور العلماء قالوا: ما يجوز له أن يجمع من غير حاجة. طيب، قد يكون له حاجة، يعرف أنه يبي يذهب إلى كذا، وإذا ذهب إلى كذا استغرق كل الوقت، فله أن يجمع جمع تقديم وهكذا. منعه الجمهور لغير حاجة. ومنعه الجمهور لغير حاجة. وفي الترمذي: الجمع من غير عذر من الكبائر. قال: والعمل عليه عند أهل العلم. قال النووي: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع للحاجة لمن لم يتخذه عادة. لمن لم يتخذه عادة، أما إذا اتخذه المرء عادة فيجوز، لأن إخلاف للوقت. أما إذا كان شيء عارض مثلا فيجوز الجمع لغير حاجة، لحاجة حاضرة يجوز الجمع. وقال شيخ الإسلام: في الجمع لمطر أو غيره. وبهذا الحديث استدل أحمد على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى، فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل، فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. وما يبين أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يرد الجمع للمطر وإن كان أولى بالجواز،
ما رواه مسلم عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال ابن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أباه. هذا حاك في صدر لما سمع كلام العباس، عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة عالمها وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فقيه محدث يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن شقيق ذا ما أستأنس بكلام ابن عباس يجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فذهب إلى من هو أكبر من ابن عباس رضي الله عنهما وهو أبو هريرة. قال ابن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. صدق مقالته، قال نعم صادق ابن عباس، إن حاشاه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له عارض فجمع لئلا يتحرج الأمة من الجمع. نعم. ولمسلم عنه لما قال له رجل الصلاة قال: أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له رجل الصلاة، عباس رضي الله عنه خطب على المنبر في البصرة، البصرة موطن للخوارج وغيرهم من أهل البدع تثيرين، فأراد أن ينزل، أراده الرجل أن ينزل ويصلي الظهر ثم يقوم يختم. قال له الصلاة، قال: أتعلمنا بالصلاة؟ أنت تعلمنا بالصلاة؟ احنا أعلم منك بهذا، احنا أخذنا جمعنا هذا منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يسوغ لأحد أن يعترض على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأعراض تحصل ويحصل أمور كثيرة أحيانا تستوجب الجمع وإن كان لم ينص عليها، لكن جمعها أولى. قال: أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل على فعله وهو يخطب بالبصرة بما رواه لما رأى أنه انقطعه ونزل فاتته مصلحته، وكانت عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، وكان يرى أن الأمر في حال الجمع أوسع منه في غيره، وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة. رأى ابن عباس رضي الله عنه أن نزوله لصلاة الظهر ثم قيامه لصلاة العصر أن هذا يفوت الكلام الذي يريد أن يقوله لهؤلاء، فأراد أن يبلغهم ما عنده ويمسكهم بالصلاة، لأنه ربما لو صلى بهم طلعوا راحوا، لكنه أراد أن يمسكهم بالصلاة، ما حد يطلع لأنهم حريصين على صلاتهم، وإن كانوا خوارج فهم خوارج في بعض الأمور مخالفاتهم وفي بعضها شدة. وقال شيخ الإسلام: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. والأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة. وقال أيوب: ولعله في ليلة مطيرة. وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة، وروي ذلك مرفوعا وهو قول جمهور أهل العلم، وذكر الشيخ آثارا عن الصحابة. ثم قال:
فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدا منهم أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عنهم بالتواتر جواز ذلك. وقول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفيا منه للجمع لتلك الأسباب، بل إثبات منه لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضا، ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى. وقال يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء. إذا وجد عارض يمنع عجاج أو ظلمة أو برق أو شيء مثلا يؤثر على الناس إذا خرجوا، فكونه يجمع الصلاتين علشان إذا راحوا يستريحون في بيوتهم ولا يحتاج يطلعوا للصلاة. وذلك هذا بحسب ظروف الحال، لأنه قد يذكر سبب الآن ما هو معروف ما يوجد، وقد يوجد شيء ما كان معروف هنا في وقتنا هذا، مثل غسيل الكلى مثلا، هذا جد أخيرا، ما كان غسيل الكلى معروف، له صاحي يتحدث مع اللي بجنبه غسيل الكلى ويتكلم وكذا وكذا، لكن الدم يدخل ويطلع ويشتغل ويغذي الجسم وينفعه وكذا، فيقال مثل هذا جمعه أولى له. وهكذا لو كان في حالة اجتماع وطباخ مثلا يطبخ للناس ويقدم لهم الطعام ولا يستطيعون العمل إلا بهذا الطعام، فهو يهيئ لهم الطعام ويجمع الطباخون مثلا الظهر والعصر جميع أو المغرب والعشاء جميع، وهكذا. ولكل وقت ما يناسبه، فجد أمورا الآن ما كانت معروفة قبل يساغ لها الجمع. وقال يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة. الوحل أن تكون الأرض مبلولة ما طين، وإذا خرج الإنسان ما في مطر ولا فيه ريح ولا شيء، لكنه لا خرج زلق وطاح، وهكذا. فهذا الزلق والوحل يبيح الجمع. وقال يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المسجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. والحديث يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى. وقال النووي وغيره يجوز الجمع من أجل المرض وفاقا لمالك وقواه، وقال يستدل له بحديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر، لأنه إما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه، ولأن حاجة المريض آكد من الممطور. وقال الشيخ يجوز للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين. المستحاضة هي المرأة التي ينزل عليها الدم باستمرار، هذه تسمى مستحاضة، ودمها هذا ليس دم حيض يسقط الصلاة، دم استحاضة. ودم الحيض معروف عند النساء أسود ثخين منتن،
ودم الاستحاضة أحمر رقيق عادي، هذه مثل دم الجرح، ليس بأسود وليس بمنتن. فدم الاستحاضة ما تسقط معه الصلاة، ويشق على المرأة أن تتنظف وتغسل الدم مثلا الظهر، ثم يجيها العصر تغسل الدم كذلك، ثم يجيها المغرب تغسل الدم، ثم يجيها العشاء تغسل الدم، بمشقة عليها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعي بين الظهر والعصر، لها أن تجمع، صلي الصلاتين في وقت واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء تصلي الوقتين في وقت واحد، أولى لها من مشقتها، وكذا من به سلس أو به جرح ينزل منه الدم، وكذا من كان مشغولا بعمل خاص بالمسلمين ما يستطيع فراقه، وكذا من كان مراقبا لمريض ما يستطيع فراقه، وهكذا. وقال: ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقت إلا بحرج كالمستحاضة، وأمثال ذلك من الصور. وفي الاختيارات يجوز للمرضع الجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، والجمهور على خلاف ذلك. قال: ويجوز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما مما يخشى فساد ماله أو مال غيره بترك الجمع، وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه خوف فوات الوقت ولخوف تحرج في تركه. وذكر ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه سئل لما فعل ذلك، قال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره. وجاء عن عمر أن من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر. قال: من عذر، إذا كان من عذر فلا حرج في الجمع. قال: فدل على جواز إباحة الجمع للعذر، ولم يخص عمر عذرا دون عذر. وإذا استوى التأخير والتقديم في الأرفق بهم فالتأخير أفضل في الجملة. وقال الشيخ: يقال ينظر المريض مثلا أيهما أرفق له، يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو يجمعهما في وقت العصر. نقول: إذا كان المسألة سوا سوا فالتأخير أولى، لأن الصلاة المتأخرة صلى في وقتها، وتلك تصلى قضاء والقضاء وارد، بخلاف التقديم فالتقديم يجمع تقديما يعني في غير الوقت، ولقد يكون العذر بسيطا ما يبيح ذلك. وقال الشيخ: في جمع المطر السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب، حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية، وقيل إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع. وفيه وجه ثالث أن الأفضل التأخير، وهو غلط مخالف للسنة والإجماع القديم. وصاحب هذا القول ظن أن التأخير أفضل مطلقا، وهذا غلط، فليس جمع التأخير أولى من التقديم، بل ذلك بحسب الحاجة والمصلحة، فقد يكون هذا أفضل. وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره. ويأتي الكلام في جمعي عرفة ومزدلفة إن شاء الله. ويشترط الترتيب، وهي وقيل والموالاة، ورجح شرط الترتيب وقيل والموالاة، يعني إذا جمع بين الظهر والعصر يشترط الترتيب أن يصلي الظهر أولاً والعصر بعدها. والموالاة قيل، وإلا ليس باتفاق، الموالاة أن يصلي الظهر ثم يقيم لصلاة العصر، وقيل أنه يجوز التفريق، يصلي الظهر ثم ينطلق لشيء ما ثم يجمع العصر معها. ويشترط الترتيب وقيل والموالاة،
ورجح الموفق وغيره أنه راجع إلى العرف. وذكر الشيخ أن كلام أحمد يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت، وإن لم يصل إحداهما بالأخرى كالجمع في وقت الثانية على المشهور في مذهبه ومذهب غيره، وإنه إذا صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز له الجمع جاز ذلك، وأنه نص على نظير هذا فقال: إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. وهذا نص منه على أن الجمع هو الجمع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة. وقال: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع. وفي الصحيحين في قصة جمع مزدلفة بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء، واشترطوا وجود العذر عند افتتاحها وسلام الأولى، فلو انقطع السفر ونحوه في الأولى بطل. فإن الجمع لا بد أن يكون مستمر العذر فيه عند افتتاحها وسلام الأولى، يعني لو أنه جمع في وقت الأولى مثلا ثم وصل إلى البلد، نقول لا يسوغ له أن يجمع الآن لأن العذر انتهى. وهكذا لو انقطع السفر ونحوه في الأولى بطل الجمع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل في درسنا السابق، يقول: أوقات المعذورين ثلاثة، وقتان مشتركان ووقت مختص، ما هو الوقت المختص؟ الوقت المختص وقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر الأوقات للمعذور ثلاثة، وقتان مشتركان، الظهر والعصر وقتان يصير وقت واحد، والمغرب والعشاء وقت واحد، والفجر وقت وحده، وهكذا. سائلة تقول: صلاة المرأة في بيتها هل تصلي في الحرم أم في الفندق، مع العلم أننا جئنا لأداء مناسك العمرة؟ صلاة المرأة في بيتها في الفندق أو غيره أولى لها من صلاتها في المسجد، لأنها في المسجد تخرج وتظهر أمام الرجال، وربما فتنتهم بجسمها ومنظرها ونحو ذلك، فكونها تصلي في البيت أولى لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بيوتهن في مكة وفي المدينة وفي غيرها خير لهن من صلاتهن في المسجد الحرام أو غيره. يقول السائل: كيف أذكر الأذكار التي بعد الصلوات التي قصرت وجمعت؟ أولا الأذكار سنة ليست بحتم ولا واجب، فإذا صلى وذكر الله وأتى بالأذكار الواردة فهذا حسن، وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه والحمد لله. يقول: ما حكم المسبحة؟ المسبحة التي يسبح بها الإنسان يذكر بها العدد لا يخلو، إن كانت للعدد فقط فلا بأس. يقول مثلا: أنا تعلمت على التسبيح بالمسبحة أسبح 33 و33 و33 مثلا، والرابع تمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
تعلمت على هذا فأنا أسبح بها لأجل عددها. نقول لا بأس، لكن تسبيحك بأيديك أولى لك، وأقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. أما إذا كان يرى أن التسبيح بالمسبحة سنة فقد خرج عن الصواب، ونعتبر تسبيحه بدعة. يقول: ما حكم الصلاة على السجادة المصنوعة؟ الصلاة على السجادة إذا كانت تشغل المصلي بما فيها فهي مكروهة كراهة مع الصحة، مع أنها صحيحة. وإذا كانت لا تشغل الإنسان تعود على هذا فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: ما حكم هذه المعاملة؟ نشتري السلعة من السوق بدون دفع الثمن ودون تحويلها من مكانها، ثم نبيعها مرة أخرى إلى مشتر آخر. إذا استلمها المشتري الأول فلا بأس أن يبيعها، ينقلها عن مكانها أولى له. يقول السائل: هل يجوز لي أن أطوف بالبيت وأمنح طوافي كصدقة جارية لشخص قريب لي متوفى؟ يجوز هذا على رأي بعض العلماء رحمهم الله، أن الإنسان يطوف البيت ويمنح ثواب طوافه هذا لأبيه أو لأمه أو لشيخه أو لمن تعلم منه أو لغيرهم. يجوز هذا على رأي بعض العلماء، وبعض العلماء يمنع من ذلك، فالمسألة فيها خلاف. يقول السائل: رجل سعى قبل الطواف فهل عمرته صحيحة وماذا عليه؟ السعي قبل الطواف لا يجوز، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته وحجه لم يكن يسعى قبل أن يطوف، فيجب الترتيب بين السعي والطواف، فيكون الطواف أولا ثم السعي ثانيا. يقول السائل: اشتريت لصديق لي أوصاني بذلك واشترط أن يسدد المبلغ، السؤال هنا: هل يسدد لي بالريال أم بالعملة الخاصة بنا؟ يجوز إن سدده بالريال فبها ونعمة، سدد ما اشتريت به، ويجوز أن تتصارف في الحال فتعطيه العملة التي تريد أن تعطيها إياه ولا تؤجل. مثال ذلك: إذا اشتريت هذه السلعة له بألف ريال ثم ذهبت بها إليه وقلت هذه بألف ريال، فإن أعطاك الألف بها ونعمت، وإن لم يعطك الألف قال ما عندي ألف ريال، كم قيمة الألف؟ تتفقان عليها أنت وإياه ويسلمك إياها في الحال بالدولار أو بالجنيه المصري أو بالدينار السعودي أو العراقي أو غير ذلك. يقول السائل: أديت العمرة طوافا وسعيا وعدت إلى سكني بالفندق المجاور للحرم دون أن أحلق أو أقصر ناسيا، وأكلت وشربت فقط، وعندما تذكرت قمت ولبست ملابس الإحرام من جديد ثم حلقت وقصرت، فما حكم ذلك؟ لا بأس عليك بهذا، لأنك استدركت وفعلك هذا حسن، كونك خلعت ملابسك العادية ولبست ملابس الإحرام، لأن لبسك إياها جهلا أو نسيانا فلا بأس عليك. يقول السائل: رجل من خارج مكة جاء لزيارة مكة ولم يعتمر، هل يجوز له أن يأتي لمكة بدون عمرة؟ وإذا جاز له ذلك هل له أن يطوف؟ يصح،
أن يأتي إلى مكة لغرض من الأغراض ودون العمرة ولا يعتمر، لكنه حرم نفسه يقال، وإلا من حيث الجواز يجوز له، لأنه ما تلزم العمرة كلما دخل مكة. يقول السائل: هل من تأخر عن الصلاة نصف ساعة عن وقتها الأول من أجل نعاس شديد أو مانع من موانع الصلاة يعتبر منافقا؟ فهناك طلاب علم أصبحوا يصفون هؤلاء بالنفاق، فما توجيهكم؟ يجوز التأخير نصف ساعة لأن الوقت موسع، وقت صلاة الظهر والحمد لله من حين زوال الشمس إلى دخول وقت صلاة العصر، ما بيواصل بينهما، وصلاة العصر من حين دخول وقت صلاة العصر إلى اصفرار بدء اصفرار الشمس، ومن الاصفرار إلى الغروب هذا وقت ضرورة، ما يجوز الإنسان أن يؤخرها إلا للضرورة، فالتأخير لا بأس بذلك. يقول السائل: هل يدخل في الجمع للضرورة الطلبة الذين يدخلون الامتحانات قبل صلاة الظهر؟ لا بأس إذا كان يمتحن مثلا في وقت صلاة الظهر واستمر الامتحان إلى وقت صلاة العصر، فلا بأس عليه لهذه الحاجة. يقول السائل: هل نجمع بنزول المطر رغم أن بعد بيتي يكون حوالي 60 مترا عن المسجد؟ المسألة مسألة الجمع، ما ينظر لقرب المسجد أو بعده، لأن الجمع يجمع الجميع القريب والبعيد، القريب يصلي بهذا الوقت والبعيد كذلك، لأنه يشق على البعيد، فيلاحظ مشقة الجمع سهولة الجمع على القريب والبعيد، ولا بأس بذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.